تحية لكم مشاهدينا ومتابعي قناة أوغريت وإذاعة أمواج اف ام. طبعا برنامج العيد والناس متابع معكم خلال أيام العيد الفطر السعيد. نتمنى يا رب هذه الأيام المباركة ترجع تنعاد بظروف أحسن مثل ما تعودنا من خلال برنامج العيد والناس، جولة بأحياء محافظة اللاذقية لنسلط الأضواء على أجواء عيد الفطر السعيد ونكون مع أهالي اللاذقية لحتى نقول لهم كل عام وهن بخير على طريقتنا من المركز الإذاعي والتلفزيوني باللاذقية. خلوكم معنا بالعيد والناس بحلقة اليوم. ميت وردة، كيفك يا عمو؟ الحمد لله. عرفنا على حضرتك الاسم ولا ابو موفق؟ ابو شو بيقولوا لك؟ ابو موفق جانوري. اهلا وسهلا بالعو ابو موفق، شو الاخبار؟ الحمد لله. كيف اجواء العيد هالايام؟ احوال نمتنا مثل هالناس. ليش عم تبكي يا عمو؟ ليش عم تبكي؟ انا اسفه، ليش عم تبكي؟ عمو احنا جايين لك العام وانت بخير، ما حتى تبكي. لأنه وصلت لحالي هي، الحمد لله. ما بدنا نبكيك، نحن جايين بس لك العام وانت بخير. احكي لي ليش عم تبكي؟ قل لي. ما فيني احكي كثير، ما فيني. لا ليش بتنفخي على اللبن؟ كابين الحليب. ما له شيء. احنا عم الحمد لله. طول بالك طول بالك، سلامتك سلامتك. انا بحب اشوف الدموع بعينك يعني يا عمي. والله 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 ما بعرف بشو بدي ابتدي، بشو بدي احكي. والله 100 حلقه ما بتخلصوا مني. الحمد لله. احكي لي عن صحتك، ان شاء الله تكون صحتك منيحه. نعم صحتك تكون منيحه. صحتي تحت الحكمه الحمد لله. مرضان؟ عم يوجعك شيء؟ معي انقراص ومعي دسك وعم بتعالى. سلامتك يا رب. الحمد لله. طبعاً شو بدنا نحكي عن أيام العيد؟ العيد أيام زمان كان إله بهجة أكثر من هلا. أيام زمان العيد كان إله بهجة والناس إله بهجة. العيد هذا هو العيد والأيام هذه هي الأيام، بس البشر هي اللي تغيرت. البشر الناس هي اللي عم تضيع بهجة العيد وبهجة رمضان وبهجة المحبة. شو بدي أقول لك؟ نحن بإيدنا عم نوصل لهالشيء هذا. شو الشغلات اللي بتتمنى انه ترجع بتحانن لها لايام زمان؟ والله ايام زمان كان في الفة ومحبة وكان في مودة. كنا برمضان نبعت اكل لبعضنا البعض، العيد نزور الكبير بالعيلة. هلا لا كبير ولا صغير، ما بقى في حدا. سلفت المفاهيم، بدنا نشوف هالدموع بعينك وسلامة قلبك وكل عام وانت بخير. الحمد لله يا بنتي. الحمد لله. من المركز الإذاعي والتلفزيوني باللاذقية قناة أوغريت وإذاعة أمواج. عم ما في شيء من قيمتك يا عم أبو موفق، هدية بسيطة تقدمت شاورما عربي وشركة جودو. تفضل. شكرا شكرا. كلكم سوء. مرحبا. لا خالته. يعطيك العافية. لا الله عافيك يا رب. مرحبا. اهلا. كيفك؟ الحمد لله. تعرف عليك يا خالي. خالدي يا سلام. ام شو بيقولوا لك؟ ام بشير. اهلا وسهلا بام بشير. بشير مرحبا يا بشير. لا كيفك؟ الحمد لله. صف شو انت؟ طالع. ثاني؟ طالع. طالع. شطور المدرسه؟ شو اسمك؟ منال. منال انت شو عم تدرسي هلا؟ صف تاسع. اهلا وسهلا. كيف التحضير للامتحان يا منال؟ الحمد لله منيح. عندنا غير هالولدين ولا لسه في عندنا؟ لا لسه عندي. كم ولد؟ عندي 5 بنات وصبية. ما شاء الله ما شاء الله يا ام بشير، شو اعمارهم؟ والله واحد لا في اكبر منه. تمام. بشير هو في اصغر منه علي. طبعا احنا عندنا 5 اولاد الله يخلي لك ياهم والظرف صعب. احكي لي مين عم يصرف على البيت؟ والله ابو الاولاد ابو بشير عنده محل بيصلح تصليح مطارات.
والحمد لله يعني مستورة الحمد لله رب العالمين. الأوضاع تمام؟ يعني الحمد لله بدي حمد. الله يسلمك يا أنسة، أهلين يا رب. بدي أياك تحكي لي أجواء العيد. لا بشير بدون يحكي لي أجواء العيد. عم نروح، بدنا نروح على ساحة العيد؟ تحب على ساحة العيد أنت؟ دائما بتنطره؟ شو أكتر شي ناطره؟ بتحب القلابة ولا الزحلاتة ولا شو؟ الشقلابة. يا سلام، يلا إن شاء الله كل عام وأنت بخير. بخير يا رب. الله يسلمك. منال شو بنعمل بالعيد؟ شو كيف اجواء العيد؟ والله منيحه، بنروح نتمشى مع رفقاتنا وهيك يعني. تمام. وكيف التحضيرات للامتحان؟ والله الحمد لله، بس شوي هيك في توتر شوي. خايفانه؟ اي والله. بالفصل الاول قد ايه جمعتي ولا ما اخذتوا جرا؟ اخذتوا جرا 2500 من اصل 3700. نشد حالنا شوي معنا من شان ندرس عامة. ما كان ايه والله، بدنا نشد حالنا ان شاء الله. الله يعطيك الف عافيه. الله يحمي لك صحتك يا ام بشير يا خالتي، وان شاء الله يخلي لك ابو بشير كمان وهيك، وتقدروا تكبروا هالولاد بالرغم من كل هالظروف. الله يسلمك يا رب، يعطيك العافيه. مركز اذاعي وتلفزيوني باللاذقية، قناه اوغريت واذاعه امواج. ما في شيء من قيمتكم. الهديه تقدم شاورما عربي وشركه جوده. تفضلي. تسلم هالايدين. يعطيك العافيه. شكرا لك. شكرا لحضرتك. الله يعافيك يا رب. يعطيك العافيه يا حبيبي. مرحبا. يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. الله تعرف على حضرتك. سلوى بريمو. ام شو بيقولوا لك يا سلوى؟ احمد. اهلا وسهلا بام احمد. الله يسلمك. احمد ولا ابن؟ ابني. ابن ما شاء الله. تزوجتي لأحمد وتاركت امه وهي بنتي. مرحبا. كيفك؟ تمام. شو اسمي؟ انا اسمي نانسي. نانسي. يا سلام، شو الاسم الحلو يا نانسي. اسمك حلو مثلك. عفو ورا. يعطيك الف عافيه وكل عام وانت بخير. بخير يا رب. بخير يا رب. الله يسلمك. ام احمد كم عندنا نحن ولد؟ بنت صبي. لا الله بنت صبي. وهذا ابن ابنك. مرحبا يا حلو. تمام. كيفك؟ تمام. شو اسمك انت؟ ادم. ادم، شو الاسماء الحلوه يا ادم. ادم شو بدك تقول لنا بمناسبه عيد الفطر؟ لك العام عام توخي يا قلبي، وانت بالف خير يا حلو. الله يسلمك. طب شو انت يا ادم؟ روضه. روضه. طب انت حافظ الاعداد؟ شطور. فينك تقول لي اياها؟ قل لي اياها. الف باء تاء س ش ح خ د ص شراء. ما شاء الله، شو هالآدم الشطور، شو هالآدم الشطور. خالي أحمد مين عم يشتغل بالبيت؟ كيف عم نصره؟ الله تخين اسمه بعد الله. أنا بشتغل بالمشتى. زوجك؟ ما عندي رجال. وأنت عم عم تربيها البنوتة لنانسي؟ وآدم وابنك شو عم يشتغل؟ والله ولا شيء. لا والله. يلا الله يقويكي، ان شاء الله يا رب تكون صحتك تمام. الحمد لله، بنقول الحمد لله. الف الحمد. الله يسلمك. الحمد لله. الواحد بس يشوف نانسي بيتفائل. اكيد عندي اياها بركه. نانسي بتجنن. عفوا. اهلا وسهلا. عفوا ورا. ام احمد احكي لي، العيد بالرغم من كل الظروف الصعبه اللي عم تمرق، دائما العيد له بهجه. خليني اقول اكيد الواحد بس شايف هالضوضاء هذا. ان شاء الله يا رب الله يرزقكم ويرزقنا اجمعين. يرزق الجميع ان شاء الله. وعبيت سنة تضلوا بخير وسلامة. الله يسلمك. طبعا نحن من المركز الإذاعي والتلفزيوني باللاذقية، قناة أوغريت وإذاعة أمواج. ما في شيء من قيمتك يا أم أحمد. هدية بسيطة طبعا، عيدية مثل ما بيقولوا. الهدية تقدمت شركة أصالة وابن الهيثم. تفضلي. سلم إيديك إليك وعبيت كل سنة إن شاء الله تضل بخير وسلامة. نانسي شو بدك تقولي لنا؟ لك العام وأنت بخير. لا حنحكي معك سؤال. لا تحكي سؤال، تفضل. تسأليني سؤال؟ تسأليني. أنا عشان الفرح منكم. فرحت منكم. وإن شاء الله فرحكم. نعالة وإنتو. نعالة خيارة. دخيل قلبك. دخيل الحكيات الحلوين. يعني أنت هلأ مبسوطة؟ كتير شوي. هالحياة كتير، حياة صعبة. كل عام وإنت بخير يا نانسي. بخير يا. يعطيكم العافية. يلا باي نانسي. باي آدم. قلو باي لعمو. يلا باي باي. يعطيك باي العافية. يعطيك العافية. الله يعافيك. كل عام وانت بألف خير. كيف خير يا رب. تعرف على حضرتك. عبود زرني. أهلا وسهلا. أبو شو بيقولوا لك؟ أبو سطى. لك
اهلا وسهلا بابو سطيف. كم عندنا ولد يا ابو سطيف؟ 3 لله. الله يخلي لك ياهم. شو اعمارهم؟ والله 9 سنين و7 سنين و5 سنين. صغار يعني؟ بس حضرتك اللي بتشتغل بالبيت ولا المدام بتشتغل؟ لا لحالي. شو بنشتغل؟ والله اعمال حره، يوم بالفرن يوم هون يوم هون، شو ما صرنا بنقول يا رب. بتشتغل بالفرن هلا حاليا؟ ايه لك. طبعا انتم اللي عم يشتغلوا بالفرن الله يعطيكم الف الله عافيه، حتى يعني بايام العيد بتكونوا متواجدين وواردين. العيد كلهم داومين باذن الله. احكي لي عن الدوام بالفرن، صعب والله؟ اجباري اجباري، يعني هلا الدوام هون كثير كثير صعب، بس الشغل مريح كمكنات كآلات بالنسبه لبقيه الفرن ممتازه كثير. كنا نحكي عن ايام العيد، طبعا ايام زمان كانت لمه العيله وجمعه العيله، لسه هلا موجوده ولا اختلفت بسبب الظروف؟ والله اختلفت يعني شوي، ما مثل الاول. لا طبعا الاهل ما بيختلفوا الا شغلات بسيطه، وطبعا الله بيجمع الشمل باي لحظه العالم تلاقيها التمت وقعدوا، والحمد لله رب العالمين. إسا الدنيا فيها خير الحمد لله، الفضل لله. الحمد لله رب العالمين. طبعا كل عام وانت بألف خير يا رب، ان شاء الله يا رب ينعاد عليك بالخير. وانت بألف خير يا رب. طبعا احنا من المركز الاذاعي والتلفزيوني باللاذقيه، قناه اوغريت واذاعه امواج. ما في شيء من قيمتك يا اخ. الهديه مقدمه من شركه من شاورما عربي وشركه جود، بتمنى انه تقبلها منا. تفضل. شكرا لك يا رب. يسلموا ايديك. يعطيك الف عافيه. الله يخليك. كل عام وانت بخير. الله يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. مرحبا. اهلا وسهلا. كل عام وانت بخير. وانت بخير. اتعرف على حضرتك. مازن حسو. اهلا وسهلا. ابو شو بيقول الاولاد؟ ابو جعفر. اهلا وسهلا ابو جعفر. ابو جعفر الله يعطيك الف عافيه، يعني لولاك ولولا شغلك مثل ما بيقولوا كنا انشحنا. الله يعطيك العافيه انتو. الله يسلم هالايدين. الله يعطيك. ابو شو بتذكرني بالاسم؟ ابو جعفر. ابو جعفر. ابو جعفر كم عندنا ولد؟ عندي صبي وبنت. الله يخلي لك ياهم. صغار ام كبار؟ واحد صف عاشر والبنت صف رابع. يعني وحضرتك انت اللي عم تشتغل وتصرف عليهم. ايه. والمدام؟ المدام ما بتشتغل شيء. ان شاء الله يا رب البيت يكون ملك. ايه الحمد لله. ايه الف الحمد لله. احكي لي انتم خلال ايام العيد كمان بتكونوا عم تشتغلوا، عندكم ورديات؟ الله يعطيكم العافيه. انا دوامي ببلش من الساعه 4 يعني وقت العيد للصبح، للساعه 3 4 الصبح. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. تعب. تعب. هم صحتك تكون منيحه. ايه الحمد لله. الحمد لله اهم شيء الصحه تكون منيحه والاولاد يكونوا بخير. ايه وانتم بخير. احكي لي عن ايام العيد. ايام العيد كثير حلو. ايام زمان كانت اريح احلى. نفس الشيء يعني نفس الشيء نفس الشيء الحمد لله. شو بدنا نقول بمناسبه عيد الفطر السعيد يا ابو جعفر؟ ان شاء الله كل الشعب كلاته بخير، وسيد الرئيس بخير، والوطن بخير، والجيش بخير. عم بتشوف كتير في اوساخ على الارض ولا العالم ملتزمه شوي؟ والله في يعني وقت العيد في وساخ. شو بدنا نقول لهم للعالم؟ والله لازم يساعدونا شوي. يساعدونا بلقى. لازم يساعدونا انه هيدي الشغله لازم احنا نساعدهم. هذاك. الله يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. شكرا لحضرتك. لحضرتك. طبعا نحن من المركز الاذاعي والتلفزيوني باللاذقيه، قناه اوغريت واذاعه امواج اف ام. ما في شيء من قيمتك يا عم ابو جعفر ولا الشيء اللي انت عم بتقدمه، وتعب على طول السنه وحتى بايام الاعياد عم بتكون وعم بتقدموا مساعده. طبعا الهديه مقدمه من شركه اصاله وبن الهيثم، بتمنى تقبلها مننا. ما في شيء من قيمتك. اهلا وسهلا. شكرا لك. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. طبعا وانا احنا اسفين اذا عم نعذبك كمان. لا شكرا. كل عام. يعطيكم العافيه. يلا باي باي. تسلم. باي باي. اهلا اهلا. يعطيك العافيه. الله يعافيك ويخليك. تعرف على حضرتك. سميحه ديوان. ام شو بيقولوا لك يا مراد؟ اهلا وسهلا بالخالي. ام الله يسلمك. مرحبا. هلا. كيفك؟ منيحه. بدك تقولي لي شو اسمك؟ شو اسمك؟ سلمى. عاجد الاسامي يا سلمى. قد ايه عمرك يا سلمى؟ خمسة. عمرك خمسة؟ لكن من راسم لك هالنجمات الحلوين؟ مايا. مايا؟ مين مايا؟ يا سلام. خالي مراد كم عنا ولد نحن؟ عندي 3 صبيان وبنت. 3 صبيان وبنت. الله يخليك. هيدي بنت؟ هي بنت حفيدة. حفيدتي. حفيدتي. شو الأخبار؟
مربية، ووالدتها أمها وماتت وأنا مربية. توفت بنوتك؟ قد كان عمرها؟ 26 سنة، مرض سرطان. يعني هي توفت مرض سرطان، الله يرحمها الرحمن الرحيم. ترحمي. وأنت عم تربيها لسلمى؟ يلا صغيرة. قد كان عمرها سلمى لما؟ شهر. وهلا عمرها 5 سنين؟ هلا عمرها 5 سنين بعد يومين 3 عيد ميلادها. إن شاء الله كل عام وأنت بخير. عيد ميلادك؟ شو بدك تعملي بعيد ميلادك؟ بدك تجيبي جاتو؟ ولا لا؟ 23 شهر عيد ميلادها. ان شاء الله كل عام وهي بألف وانت بألف خير يا رب. احكي لنا كيف عم ندبر حالنا بهيدي الايام؟ مين عم يشتغل بالبيت؟ ابو مراد متقاعد، واذا صار له شغله بيشتغل وما صار له قاعد. الاولاد الباقيين مجوزين ولا بالبيت؟ مجوزين مجوزين. الله يسلمك. وانت بألف خير، شوفينا التلفزيون، تعالي لك كل عام وانت بخير. شو بدك تخليكي خلطه؟ شو بدك تقولي لنا؟ بدك تبرمي دوي يشوفوكي وشك على التلفزيون. شو بدك تقولي لي؟ وانت بخير. كل عام وانت بخير، وانت بألف خير يا قلبي. قولي له باي. باي. يلا تفضلي. معلش خلص مع خالته؟ ايه خالته. قلتي العم ابو مراد هو اللي عم يشتغل، كيف هيدي الامور هالسنة؟ صعبة هالامور، شو بدنا نساوي؟ مندبر حالنا. الحمد لله رب العالمين. الله يعطيكي الصحة، كيف صحتك؟ الحمد لله بنشكر الله، ما معي غير ضغط. سلامة قلبك، سلامة قلبك، كل عام وانتم بخير، بس دائما لازم نحن بالرغم من كل الظروف، بس دائما اجواء العيد لها خصوصية. الحمد لله لها خصوصية، والله يهني العالم ويفرح العالم يا رب، والحمد لله الامور جيدة. ان شاء الله يا رب. طبعا نحن من المركز الاذاعي والتلفزيوني باللاذقية، قناة اوكريت واذاعة امواج اف ام، حبينا نقول لك كل عام وانتم بخير، على طريقتنا ما في شيء من قيمتك يا خالي ام مراد، الله يخليكي فوق راسها. الهدية مقدمة من الدكتور مصطفى عمار، قال تفضلي. شكرا يا حلوة. انت ما قلتي لي شو اسمك؟ غزل. شو اسمك؟ غزل. ايه. شو هالاسم الحلو؟ انت صف شو؟ ثاني. ايه. وشطوره بمدرسه؟ ايه. ان شاء الله. شو بدك تصيري بس تكبري؟ ما فكرتي ولا شكلك مفكره؟ طب قولي له باي. لا يلا باي باي، يعطيك العافيه، باي حبيبي. اهلا مرحبا. كيف يا هلا؟ اهلا. كل عام وانت بخير. انت بالف خير. تيجي شوي لهالجهه ادبري بالعكس بالعكس بالعكس. تمام. كل عام وانت بخير. انت بالف خير. بتعرف عليك يا خالي. انا اسمي غاده. ام شو بيقولوا لك؟ علاء. لك اهلا وسهلا بالخاله ام علاء. الله يسلمك. كم عندنا ولد يا خالي؟ والله عندي 4 بنوتات وعندي ولد واحد. الله يخلي لك يا يخلي لك يا اعمارهم. والله عندي بنوته 9 وعندي وحده بكالوريا، وعندي هذوك يعني اكبر منهم سنه سنه. وعلاء. وعلاء الكبير عم يشتغل؟ والله ما عم يشتغل هلا، هو مريض. والله خير. والله مريض يعني عنده اعاقه باجره. سلامه قلبه من الولاده يعني. والله سلامه قلبه. سلامه قلبه. مين عم يصرف على البيت يا خاله ام علاء؟ عندي زوجي بس مريض، كمان مريض كلاوي. والله ما عندنا حدا الا هلا. هل بتشتغلي شي خالته؟ والله بالبيت بس. يعني انه ما في غير العم ابو علاء، وعم ابو علاء اصلا مريض. اي والله. يلا الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الف الحمد لله. ظروف صعبه طبعا عم تمر، بس دائما العيد له بهجه معينه، خليني اقول بالرغم من كل. اي والله العيد له بهجه وله فرحه وله يعني مثل ما بقولوا اجواءه كثير كثير. العيد حلو والله، يعيدوا عليكم وعلى الجميع ان شاء الله، وعلى السيد الرئيس بشار الاسد بالف الف الف خير. ايام زمان دائما بنقول ايام زمان العيد احلى من هلا. أه. ليش؟ شو كان في ايام زمان ما في هلا؟ كان في ما بعرف، كان في مثل ما بيقولوا شو بدي اقول لك، خير اكثر. كان في خير اكثر. يعني هلا يعني كل شيء غالي، يعني الغلا هذا ما عم نعرف نشتري شيء ابدا ابدا، كثير كثير غالي. بيجي بشوف هون اني غالي بمشي منه، يعني كثير بتدور بتفتل للاقي الارخص. يعني والله ما زيادة. خلي لي قلبك. الله يسلمك يا رب. ظروف صعبة بس دائما ان شاء الله يا رب الامور والايام الجاية بتكون احسن. طبعا نحن من المركز الاذاعي والتلفزيوني باللاذقية، قناة اوكريت واذاعة امواج، حبينا نقول لك كل عام وانت بخير. ما في شيء قيمتك يا خالته ام علاء، يعني هدية بسيطة مثل ما بيقولوا عيدية، تقدمة شاورما عربي وشركة جودو. تفضلي. تسلموا هالايدين وشكرا لك، وكل سنه وانتم بالف الف الف خير. وانت بالف خير يا اختي. وتعرفت عليك وعلى الوش الحلو. خلي الله قلبك. شكرا لك. شكرا. اهلا وسهلا. اهلا. مرحبا. اهلا يا هلا. كل عام وانت بخير. وانت بالف خير. الله يخلي لك هالحلوين. خلي لي قلبك. بنوتاتك. تعرف عليكي بالبدايه. هديل. هديل زيبا.
لك اهلا وسهلا بهذه الام. شو بيقولوا لك؟ ام عدنا. اهلا وسهلا بام عدنا. الله يسلمك يا عمري. نبلش من هون. مرحبا. كيفك؟ شو اسمك؟ نوال شيخ صالح. نوال. نوال انت صف شو؟ رابع. رابع. وشو حابه تصيري بس تكبري؟ دكتوره. ان شاء الله بنشوفك احلى دكتوره. قد عمره؟ 3 سنين وشوي. يعني ما بتحكي؟ لا. يلا شو اسمه؟ تيا. ما شاء الله الاسماء الحلوه. وانت يا حلوه شو اسمك؟ نتالي. ما شاء الله يا نتالي صف شو انت؟ تالت. شو بدك تقولي لنا مناسبه العيد؟ كل عام وانت بخير. لك وانت بالف خير يا رب. ام مروان احكي لي شو بنشتغل؟ مين عم يصرف على العيله؟ 3 اولاد ولسه في مروان طبعا. لا عدنان بس ما عدنان. لا والله زوجي بس هو يعني كمان تعبان يعني اوقات بينزل اوقات لا. تعبان خير شبو؟ كان عسكري وتصاب باجره هيك. سلامة قلبه يا سلامة يا رب. ان شاء الله يكون وضعه تمام. والله الحمد لله يعني ما في خطر ان شاء الله. لا الحمد لله شوي اجره بتوجعه هيك. بدك تشتغلي شيء؟ لا الحمد لله. كيف عم ندبر امورنا؟ شوي هيك بيساعدونا العالم يعني الحمد لله. الحمد لله. الله يسلمك. من كل شيء بس الاجواء العيد يعني لازم هيك نفرحهم للبنوتات. اكيد شو عم نعمل؟ رحنا لعزياره لعند الاقرباء وهيك. باذن الله عملنا صله الرحم الحمد لله رب العالمين وان شاء الله هيك بينعاد عليكم كل سنه وبتضلوا انتم بالف خير وجو العيد ما في احلى منه طبعا. الحمد لله ان شاء الله هيك بضل يا رب. يا رب ينعاد بظروف احسن. الله يسلمك يا رب. نحن مركز الاذاعي والتلفزيوني باللاذقيه قناه اوغريت واذاعه امواج. ما في شيء من قيمتك يا ام عدنان. الهديه مقدمه من شاورما عربي وبروستد كفا وشركه جود. بتمنى انه تقبليها مننا. شو بدك تقولي لنا يا نوال؟ سلام ايديك الله يرزقك. لا بدك تقولي لك العام وانت بخير. العام وانت بخير. خلينا نطلعك ونقول لك العام وانت بخير. كل عام وانت بخير. وانت نتالي العام وانت بخير. وانت بالف خير يا رب. يعطيكم العافية. مرحبا. أهلين. يعطيك العافية. الله يعافيكي. تعرف على حضرتك. صفاء حسن علي. أهلا وسهلا. أم شو بيقولوا لك؟ أم جميل. أهلا وسهلا بالخالي أم جميل. أم جميل كم عندنا ولد؟ عندي بنتين وصبيين. خليلك الله يخلي عمرك. بنوتك ولا حبيبتي؟ لا بنوتي. مرحبا. اهلا وسهلا. كيفك؟ تمام الحمد لله. اعرف عليكي انا اسمي عسلاء. 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 شو يعني الاسم عسلاء؟ عسل. من عسل يعني. ايوه. حلو حلو كثير هيدا الاسم. سلام. الله يسلمك يا رب. وحفيدك؟ ايه ابوها عسكري. بنوتي. ايه. شو اسمه؟ ماسا. ماسا العلي. الاسماء الحلوه. الله يحلي ايامك. 3 بنوت شبان وبنوتين. ايه بنتين وصبيه. بنتين وصبيه. ايه. شو عم نشتغل؟ مين عم يصرف على العيله يا خالته؟ ايش بدي اقول لك؟ انا عند عم بحسن بطلع على الشغل عم بشتغل. والبنوته هلا مستلمه شغل جديد، عافت البكالوريا ما فينا ندرسها نحط لها دروس خصوصي. وهي 10. والكني عندي ابو جوزه عسكري هاي البنت. يعني معكم الف. والاب مريض معه القلب ومعه ضغط ومعه. سلامتك سلامتك سلامتك. الله يحفظك. الله يوفقك. سلامت قلبكم. يعني ظرف صعب بس دائما. أيوة. العيد له اجواء حلوه. الحمد لله رب العالمين. نشكر الله. الله يحمي لنا هالعساكر يحمي لنا هالشباب. لك امين يا رب العالمين. ويحفظكم الهي ويحميكم. الله يسلمك. الله يعني بالفعل الله يعطيكم الف عافيه. كيف صحتك؟ ان شاء الله تكون منيحه. والله اذا بدي اقول لك منيحه لا بس الحمد لله. يعني جيت اليوم غصب عني مع البنات. جبنا هاي الفنوتة هيك ابو عسكري. الله يسلمك. الله يوفقك. تيتا تيتا بتحبيها تيتا انت؟ صلي امي. الله يخلي عمرك. شكرا لك. الله يسلمك. نحن من المركز الاذاعي والتلفزيوني باللاذقيه قناه اوغريت واذاعه امواج. ما في شيء من قيمتك يا خالي ام جميل. الهديه مقدمه من شركه ليو وبن حسيب. تفضلي. شو بدك تمسكي المايك ماسا؟ كل عام وانت بخير. وانت بالف خير. لا شكرا لك. يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. شكرا لك. مرحبا. اهلا يا هلا. كيفك؟ اهلا. الله يسلمك. كل عام وانت بخير. انت بالف خير يا رب ينعاد عليكم بالخير. تعرف على حضرتك. انا نورة العثمان. اهلا وسهلا بنورة. ام شو بيقولوا لك؟ ام مجد. اهلا وسهلا بام. اهلين فيكم يا مرحبا. اهلا. كيفك؟ منيحة. شو اسمك يا قلبي؟ ريم. انت قد ايه عمرك؟ 5 سنين. انت بالروضة؟ مانك بالروضة. عندك ولدين. لك اياهم. الله يخلي لك اياهم. مين عم يشتغل بالعيله؟ مين عم يصرف على العيله؟ والله ابوه الله يخلي له الصحه. ما انا عم تشتغل؟ لا والله من غير شغل. والدك وزوجك؟ عامل باطون.
يعطيكم العافيه يا رب. الله يقويك. تسلمي. ظروف صعبه طبعا. الحمد لله. الحمد لله ابني. دائما اجواء العيد يعني هيك لها بهجه معينه بالرغم من كل هيدا. اي طبعا. اي والله يعني ما بدنا نحرم الاولادنا من اي بهجه يعيشوها. بتقدر في عليها. اي والله تماما هذا حكينا. كانت الاجواء هي العيد هيدي السنه؟ الحمد لله الحمد لله ماشي الحال. الحمد لله بنشكر الله على كل شيء دائما. دائما زياره الاهل موجوده بالعيد. إيه تماما. اي والله الحمد لله رب العالمين. لمات العيد دائما هيدي احلى شيء بالعيد. والله كليات الحمد لله رب العالمين. مجد اي صف؟ مجد مانو بالمدرسه. صغير لسه؟ لا والله عمره 9 سنوات. خير. اي والله سلامه قلبي. يسلمك يا رب ويخليك. وانت بالف خير يا رب. شو اسمي؟ مايا. مايا. مايا صف شو؟ ثاني. رايبتها؟ هي بنت خالتها. بنت خالتها؟ عمول نفس اللي تياب. كل عام وانت بخير يا حلوه. انت بخير طبعا. ان شاء الله كل عام وانتم بخير. وانتم بخير يا رب. ينعاد عليكم جميعا وعلى سوريا. الاذاعي والتلفزيوني باللاذقيه قناه اوغريت واذاعه امواج اف ام. حبينا نقول لك كل عام وانت بخير. انت والبنوتات الحلوين. شو اسمك انت؟ شهد. شهد يا حياتي. انت قد عمرك؟ 4 سنين. ايه. كل عام وانتم بخير. قليلي بخير. وانت بألف خير يا شهد. طبعا ما في شيء من قيمتك يا ام مجد. الهديه مقدمه من شركه ليو بن الهيثم ومحل ايمن هرم. ان شاء الله بتمنى نتقابل. تفضلي يا رب. كل عام لكم. نعاد عليكم باي. حلوين لونا باي. منو باي لون باي. كل عام وانتم بخير. مرحبا. الحمد لله. مرحبا. اهلين. مرحبا. اهلين. كيفك؟ الحمد لله. شو اسمك انت؟ عبد الله. عبد الله. انت صف شو؟ 5. شطور المدرسه؟ اه. وانت شو اسمك؟ جميل. جميل. انت اخوه؟ اه. بتعذبه؟ لا. عم يعذبك؟ لا. صف شو انت يا جميل؟ هو. وشطور المدرسه؟ اه. تمام. شو بدنا نقول بمناسبه عيد الفطر؟ اه كل سنه وانت بخير. لك وانت بالف خير. بدك تروح لعند التاتا هلا؟ اه. اكيد. شو بدنا نقول للتاتا؟ كل سنه وانت بخير. وانت بألف خير يا رب. وانت شو بدك تقلنا مناسبة عيد الفطر؟ كل سنة وانت بخير. لك وانت بألف خير يا رب. نروح عند التاتا؟ ايه. منعيدها؟ ايه. شو بدنا نقلها؟ كل سنة وانت بخير. لك وانت بألف خير. قلوا لعمو باي. باي. كنا معكم على مدار 30 يوم خلال شهر رمضان المبارك وكمان خلال أيام العيد عيد الفطر السعيد. بنتمنى من خلال برنامجنا نكون قدرنا رسمنا ولو ابتسامة بسيطة على وجوهكم. كل الشكر أكيد لكل حدا قدم مساعدة ومد يد العون بهيدا الشهر الفضيل وبأيام العيد المبارك. كل الشكر لأيادي الخير اللي كانت موجودة بهيدا البرنامج وغيره من البرامج. بنتمنى أنه تستمر هيدي المساعدة خلال أيام السنة بشكل عام. الظروف صعبة ولكن دائما أهالي محافظة اللاذقية بيخلقوا من الصعوبة جو حلو وجو حلو كتير. أكيد كل عام هن بألف خير. إن شاء الله يا رب هيدي الأيام المباركة تنعاد بظروف أحسن. طبعا أنا طبعا مضل غير أنه أتشكر كل حدا تابعنا برمضان والناس وبالعيد والناس. كل عام وأنتم بخير. ضلوا بخير.